40 سنة، ولكن الآن كل الإعلامي يتقدم على مدافعة إسرائيل. لماذا؟ لأن بسبب أن إسرائيل الآن تواجهت إلى الهجوم من حماس. الحماس يدافع أهلها من إسرائيل. الإسرائيل كانوا متوسلين، كانوا فقراء، ليس لهم أي مكان في على وجه هذا الأرض. وفلسطين قبلوا الإسرائيل وأعطوا لها المكان للإقامة وللحياة لفلسطين، بعد أن أعطتهم الفلسطين دولتهم. وإسرائيل كما حدث به القرآن الكريم هم أحفاد القردة، هم أحفاد الخنازير، وأروا أخلاقهم الخبيثة، لأنهم أخذوا الفلسطين كلها وطردوا الفلسطين من بلدها. وهذا كيف يكون لهم هذا؟ الإعلامي المتحدثون في كل الإعلام يتكلمون عن إسرائيل. الإسرائيل ليس لهم أصل. من لا أصل له ماذا يقول؟ من لا أصل له؟ الإسرائيل ليس لهم أصل. الإسرائيل أسست باليهود. هناك يهود، هناك صهيونية، هناك ليست فقط هذه. أن نحن نتحدث عن أهل فلسطين، أهل فلسطين يتوجه يتحمل كثيرا من المصاعب. ولذا أرجو منكم الذين ترون في هذا الإعلام أن تؤيدوا الفلسطين، لأن أهل فلسطين يتعصب، يتواجه كثيرا من المصاعب لأخذ دولتهم. نحن من سريلانكا، إذا طردنا أحد من سريلانكا فأين أنا أذهب؟ ليس لي مكان. هذا مكان الولادة، أنا بعثت في سريلانكا. وهكذا للفلسطين، الفلسطيني ولد في فلسطين، ليس الإسرائيل قبل فلسطين. الإسرائيل دولة جديدة ليس لها أي تاريخ في تاريخ البشر. وآخر دعوانا الحمد لله. الله أكبر.